بقى احنا كنا بنتكلم على جولدمان ساكس والتوقعات بتاعتهم، واللي قالوا ان مصر يبقى فيها فائض كبير يصل الى 26.5 مليار دولار بدلا من العجز. خلونا بقى واحده واحده عشان في ناس بتتضايق لما انا اتكلم، صح؟ تمام، تعالوا نروح لخبير اقتصادي كبير هام بارع بارز، الدكتور عمرو صالح. دكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ يوسف. كل سنه وحضرتك طيب. مقدمه كبيره انا مش قدها. لا ده اقل حاجه ممكن تتقال. لا قدها وقدود. انت محبتك اكبر واكتر من كتير. انا بحبك فعلا جدا يعني. الله جدا. الله يخليك يا حبيبي. دكتور عمرو، التقرير الارناء او توقعات جولدمان ساكس واللي بتتكلم على انه فائض تمويلي كبير في مصر يصل الى حوالي 26.5 مليار دولار بدلا من العجز، يعني كلنا حتى نهايه او يمكن اول او حد شهر يناير كنا بنتكلم على الفجوه التمويليه والعجز التمويلي اللي في مصر. الان جولدمان ساكس تتحدث عن فائض 26.5. شوف، انا بعتبرنا زي ما بيقولوا كده تيرنينج بوينت، يعني نقطه تحول، لان احنا الحقيقه تاريخنا مع مؤسسات التمويل الدولية أو مش مع مؤسسات التمويل، خلينا نتكلم على وكالات التصنيف الائتماني. وكالات التصنيف الائتماني عشان السادة المشاهدين يبقوا عارفين، دي شركات كبرى أصبحت بتمثل ثقة للمؤسسات الدولية وبتقوم بتقييم الدول من منظور الملاءة المالية أو من ناحية الملاءة المالية، يعني بما يعني هل الدول عندها قدرة على السداد والالتزامات وعندها ميزانية قوية حتى لو كان في فجوة تمويلية بسيطة، لكن مدى قدرة الدول على أنها تكون توفي بالتزاماتها وعندها فائض في الموازنة. أنا الحقيقة طول عمرنا في السنوات الأخيرة أو العشر الأخيرة كان تصنيفنا جيد، يمكن B+, B-, لكن ما نزلناش الحقيقه. لكن يعني تشاء الظروف، وتفتكر يا استاذ يوسف وهذا الكلام طبعا منشور، احنا كنا بعد ازمه كورونا من الدول ال 18 القليله والنادره على مستوى العالم اللي حققت نسبه نمو بوزيتيف، رغم ان دول كبيره ودول اوروبيه ودول عظمى كانت نسبه نمو بالماينس، يعني عندها ركود، احنا كان عندنا نسبه نمو ايجابي موجب. 18 دوله احنا كنا منهم، وده نتيجه الاصلاحات الاقتصاديه ونتيجه ان كان عندنا دفعه قويه شغالين عليها في 2017 و18، والدنيا كانت ماشيه وارتفعت حجم التمويلات الخارجيه وحجم قناه السويس والتعويض المصرفي في الخارج والاستثمار الاجنبي المباشر، وكنا الدوله الثانيه على مستوى افريقيا في الاستثمار الاجنبي المباشر. وبالمناسبه احنا ثالث دوره عربيه، وهذا الكلام لابد ان يقال، يعني شبابنا يمكن ما يعرفش الارقام جيدا، لكن لازم نقول احنا ثالث دوره عربيه في الناتج المحلي، بالناتج القومي المحلي. صحيح. بعد مين؟ بعد السعوديه وبعد دوله الامارات، بعد دولتين بتروليتين كبار، السعوديه طبعا 750 800 مليار، دوله الامارات 500 مليار، احنا 480 470 مليار دولار، يعني ثالث دوله، واحنا كمان مش دوله بتروليه، فاحنا دوله كان عندنا احنا مش دوله يعني بتروليه، وانا دوله حجمها او سكانها 110 مليون بالظبط. فرغم ذلك احنا دوله، وانا مش يعني في حل ان انا اتكلم، طبعا انت عارف اكتر مني وانت راجل عالمي كبير ومتابع ومحلل، عارف قد ايه في ال 30 40 سنه الماضيه عندنا اسماء وعندنا طاقه صناعيه واسماء في الصناعه واسماء لامعه في الصناعه وقدره صناعيه، وعندنا صناعه قويه جدا منتشره في الدول العربيه والدول الافريقيه، وبعد ولما بنسافر امريكا وبنسافر اوروبا بنلاقي ميد ان ايجيبت موجوده في بعض الاماكن. فاحنا دوله ليست قليله وليست ضعيفه اقتصاديا. فارجع لجولدمان ساكس وارجع لساندر اند بور وارجع لكل التصنيفات الائتمانيه اللي صنفتنا في ال 18 شهر او ال 12 شهر الاخرين بنظره يعني سلبيه او غير مستقره. النهارده يرتفع هذا التصنيف ونرجع تاني نقول ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح بعد ما وصلت لنا الفوائد وانا بقول مش بقول مساعدات بالمناسبه. أيوه. انا بتكلم في الاقتصاد الكلمه مهمه، احنا بنتكلم على فوائد ماليه بدات تيجي لمصر نتيجه انها قدرت بذكاء شديد في استغلالا للمشهد الجيوسياسي والمشهد الاقتصادي على المستوى المنطقه دفعة أو التعاون الاستثماري ما بين مصر والإمارات على سبيل المثال في رأس الحكمة، يليها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يليها النهاردة القمة التاريخية بعد إعلان دول الاتحاد الأوروبي عن نيته لتمويل حوالي 7.9-8 مليار دولار، وده رقم كبير جدا. ونقطة أولها يا أستاذ يوسف بعد إذنك، إن الدول الاتحاد الأوروبي
اللي هي بتعاني من أزمة مالية وعندها ركود وعندها مشاكل اقتصادية مش هترمي فلوس في الأرض، وما طبعا فيش مؤسسة تمويل دولية مش هتدي دولة إلا لو كانت عارفة، وبحط الكلمة دي بين قوسين، إنها دولة محترمة عندها جدارة مالية تقدر إنها تستفيد من هذه التمويلات وتقدر إنها تعمل تقدم وتعمل نمو اقتصادي. فأنا تاني بقول النهاردة شهادة جولدمان ساكس، ستاندرد أند بور، إيه لويد، كل هذه الشركات الكبرى وكل مؤسسات التمويل التصنيف الائتماني مع اتفاق مع التعاون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع القمة التاريخية وتمويل الاتحاد الأوروبي، أو يعني خلينا أحطها ما بين قوسين، تعهد الاتحاد الأوروبي لمساعدة مصر ولتمويل عملية التنمية في مصر نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، وده كلام الاتحاد الأوروبي بالمناسبة، وكلام النهاردة المشرف جدا لرئيس الوزراء القبرصي اللي مصر يعني، أو رئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة بتربطه بيه علاقة شخصية، لما قال صحيح إن مصر رمانة الميزان في الشرق الأوسط، وأنا مكوتينج ده كلامه مش كلامي، وإن ده مصر حقيقي تعاملت بحكمة مع الموقف في الشرق الأوسط، وإن التعاون مع مصر ركيزة للتنمية في الشرق الأوسط. كلام الحقيقة كبير من ناس يعني ما لهمش مصلحة ولا يجاملوا، لكن النهاردة يا أستاذ يوسف لما نرى مش رئيس، أنا كنت متوقع رئيس المفوضية الأوروبية تيجي يعني، لكن النهاردة شايفين رئيس وزراء بلجيكا باعتباره إنه يرأس الاتحاد بلجيكا الأوروبي. وإيطاليا، وإحنا كنا بنتكلم لسه على قبرص، يعني في كان عدد كبير من زعماء وقادة الاتحاد الأوروبي موجودين، وكان في الكثير من التوافقات، مش بس كمان ترفيع العلاقات اللي ما بين مصر والاتحاد لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وكمان زي ما حضرتك ذكرت طبعا الاستثمارات أو التدفق الاستثماري اللي بقيمة 7.9 مليار دولار إن شاء الله. أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك يا دكتور عمرو. لازم نتقابل بعد رمضان عشان نعرف نقعد على رواقه، يعني ونقعد نتكلم بقى واحده واحده كده اقتصاد سياسي، وكيف يكون عام 2024 هو عام الانفراجه. كل الشكر دكتور عمرو صالح. طيب